وفي تصريحات عقد اجتماعي وزارتي الصحة والتنمية المحلية، أكد وزير التنمية المحلية هشام الشريف أن حل مشكلات الأمية والبطالة والفقر تأتي في مقدمة أولويات الحكومة. لما نيجي نتكلم على الصحة والسكان وفي أمية، الكلام ده إيه؟ ما يبقاش كافي. فهنا التحدي التنموي هو القضاء على الأمية، ده بيتم وتم التعشيق فيه. بالنسبة للتشغيل، هناك أهداف موجودة في الخطة لتخفيض معدلات البطالة في مصر، هناك أهداف موجودة في الخطة لتخفيض معدلات البطالة في المحافظات المختلفة.